أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة الشطرنج الخالد. هنشوف أبطال من العصر الرومانسي وبتوالي الزمن بدأت الدراسة تمتزج فيها مع المتعة، ثم وصلنا في نهاية القرن العشرين إلى العصر اللي تقدم فيه الشطرنج كثيرا حتى وصلنا إلى العصر الحالي. وفي خلال هذه المسيرة الحافلة ظهرت أدوار سماها النقاد بالأدوار الخالدة، وأنا جمعت هذه الأدوار ووضعتها في هذه السلسلة اللي بتمتزج فيها الدراسة مع المتعة والإكروبات الشطرنجية. استعد حترى شطرنج لم تراه من قبل. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك، وتذكر شعار هذه القناة: الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. أريد أن أضيف ملاحظة إن بعض المشاهدين يفضلون الدراسة مع المتعة، بينما آخرين ربما يريدون المتعة فقط، ولذلك يمكنهم بالمؤشر أن يتجاوزوا الجزء الأول من الفيديو إلى الجزء الذي يبدأ فيه الالتحام وتحدي الأفكار، وستتعرف عليه عندما ترى الرقعة قد أصبحت محاطة بإطار أحمر. سلسلة الشطرنج الخالد فيديو رقم 14، الدور الخالد لريتشارد ريتشي. ريتشارد ريتشي لاعب شطرنج كبير في بداية القرن العشرين، إلا أنه لم يصل أن ينافس على لقب بطولة العالم، وأكبر إنجازاته كانت تأسيس النظرية الشطرنجية المعروفة بالفوق حديثة، اللي تتلخص في أن السيطرة على الوسط من بعيد بالأفياد الفيونكا بدلا من احتلال الوسط بالبيادق. وضع العديد من الدراسات الشطرنجية، ويعرف بأنه من كبار كتاب ومنظري الشطرنج، وله افتتاح باسمه افتتاح ريتشي، وكذلك العديد من التفريعات في افتتاحات الأخرى. وتوفي ولم يجاوز 40 عاما، لكن أسرى المكتبة الشطرنجية بأحد أعظم الكتب تحت عنوان أفكار جديدة في الشطرنج. الدور ده تعليق الأستاذ الدولي دونيف، وقد فاز بجائزة الجمال الأولى في البطولة فائقة القوة نيويورك 1924، اللي ضمت أقوى لاعبي العالم في هذا العصر ومنهم أليخين. وحنشوف في هذا الدور تطبيق مثالي لنظرية اللعب بالافتتاحيات فوق الحديثة. ورغم أن موقف الأبيض ريتشارد ريتشي كان يبدو بسيطا، إلا أنه في داخله قوة كامنة كبيرة انفجرت تماما في وجه الخصم عندما تم فتح الدور، ومارست الأفيال قوة رهيبة. حاول ببوليبوف الأسود أن يحرر نفسه، ولكنه فوجئ بتكوينة بارعة للغاية أصبحت فيما بعد أحد التكوينات التقليدية في التراث التاريخي للشطرنج. قبل ما نبدأ هذا الدور عاوز أشير لملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الأسود بوجوليبوف ده أستاذ شطرنج كبير قوي للغاية، ونافس أليخين مرتين على لقب بطولة العالم، ولكنه خسر منه بصعوبة، وله مع أليخين دور شهير كان على الرقعة 7 وزراء، وكان بوجوليبوف بيتميز بالطرافة وخفوة الدم. ومن أقواله الطريفة: أنا أفوز دائما بالأبيض لأنني ألعب بالأبيض، وأفوز دائما بالأسود لأنني بوجوليبوف. أما الملاحظة الثانية، فالدور ده بالطبع فيه جانب تكتيكي هام للغاية، وخاصة في النقلات الخمسة الأخيرة، لكن المهم أننا هنشوف تطبيق هام لنظرية الشطرنج فوق الحديث، واللي هيطبقها هو صاحب هذه النظرية شخصيا ريتشارد ريتشي. ونظرية الشطرنج فوق الحديث هو عدم تقديم بيادق الوسط في بداية الافتتاح، ولكن التركيز على وضع الأفيال على المربعات G2 و B2 اللي احنا بنسميها الأفيال الفيونكا، ومن خلال هذه الأفيال بنسيطر على الوسط من بعيد، وفي اللحظة الملائمة بيتم تقديم البيادق في الوسط وبيتم احتلاله والسيطرة عليه. وعند فتح الدور بتكون الأفياد الفيونكا سلاح فعال في يد اللاعب لكي يجهز على خصمه سريعا. الدور ده هيكون تطبيق مثالي لهذه النظرية. أرجو أننا نهتم بالجزء الدراسي فيه ربما أكتر من الجزء التكتيكي الجميل للغاية اللي هنشوفه في نهاية الدور. ودلوقتي يلا نشوف الدور. نايت F3 D5 C4 الافتتاح الإنجليزي، وهنا الأسود بيلعب E6. النقلة دي نقلة هامة في الافتتاح الإنجليزي، لأن الأسود بيحمي البيدق D5
لان الابيض عاوز ياخده، وبعد الاخذ بالوزير الابيض بيلعب نايت سي 3 بتمبو على الوزير، ولذلك لابد من حمايه البيدق. لكن هذه النقله بتعطل لوقت كبير في المربعات البيضاء الاسود، ولذلك كثير من اللاعبين بيحاولوا يطلعوا بالفيل اولا الى المربع F4، ثم بعد ذلك يتم لعب E6. لكن على اي حال هذه النقله بصفه عامه نقله مفيده ومن صلب الافتتاح، والابيض كمل بجي 3. بالنقله دي بيظهر نيه الابيض لنشر الفيل عن طريق الفيونكة من مربع جي 2، نايت اف 6، بيشوب جي 2، بيشوب دي 6، كاسل، كاسل، بي 3. ايضا بالنقله دي ريتي بيوضح ان هو عاوز ينشر الفيل الاخر عن طريق الفيونكة من المربع بي 2، لان الاسود واضع بادئه على المربعات البيضاء، ولذلك هيكون في اضعافات على المربعات السوداء دي 4 واي 5، وبوجود الفيل على المربع بي 2 بيتم السيطرة عليهم، والاسود كمل بروك اي 8. بالنقلة دي الاسود بيوضح ان عاوز يلعب النقلة اي 5، لكن بالطبع بالنسبة للاعبي العصر الحديث بيعتبروا ان النقلة دي نقلة ساذجة، لان الاسود لا يمكن هيسمح له الابيض بلعب هذه النقلة، واللي هيجنيه الاسود في النهاية من محاولاته لعب الاي 5 هو ان هيكون قطعه في اماكن غير ملائمة. على اي حال الدور كامل ببيشوب بي 2، والاسود كمل بنايت بي دي 7 بيحضر للعب الاي 5. لو الاسود ملعبش النايت دي 7 ولعب على الفور النقلة اي 5 هتكون نقلة ضعيفة، لان الابيض هيكمل سي دي 5، اي 4 طالب الحصان، نايت اي 1، نايت تيكس دي 5، دي 3 طالب يفوز ببيدق الاي 4، والاسود بيكمل اي تيكس دي 3. وبالطبع الابيض ما يقدرش ياخد الحصان، لان الاسود هياخد على المربع اي 2 بشوكه للرخ والوزير، والاسود هيفوز، ولذلك الابيض بيلعب الاول نايت تيكس دي 3، ودلوقتي طالب الحصان، والاسود مضطر ان يحميه بالنقله سي 6. وهنا الابيض هو اللي هيلعب اي 4 وهيطرد الحصان، والابيض هو اللي بيحتل الوسط بالبيدق وليس الاسود، ولذلك الاسود ملعبش الاي 5 انما حاول يحضر لها بنايت دي 7. لكن ريتي حطم امال بوجليبوف بالنقله دي 4، وبكده لن يستطيع الاسود نهائيا لعب النقله اي 5، ولذلك بنعتبر ان الروك اي 8 لم تكن نقله موفقه. على اي حال كثيرين من اللي بيطبقوا نظريه الشطرنج فوق الحديث بيترددوا كثيرا في لعب بمثل هذه النقله فورا، لانها بتغلق الوتر امام فيل المربعات السوداء، لكن الموقف بيحتاج هذه النقله، ولذلك ريتشارد ريتشي بيطبق نظريته ولكن بطرق ليست جامده وانما سلسه ومرنه، لانه متاكد ان الموقف محتاج مثل هذه النقله. على اي حال بوجليبوف كمل بالنقله سي 6، ومثل هذه النقلات السلبيه كانت هي السبب الرئيسي في خساره الاسود في النهايه، لانه لم يقدر في الوقت المناسب قوه الفيلين الفيونكة واللي هتظهر بعد قليل، ولذلك مثل هذا اللعب السلبي بيعطي الابيض الوقت لكي يسيطر اكثر واكثر على الموقف. وكان من المفترض بدلا من لعب النقله سي 6 ان بوجليبوف يبدا فورا باللعب المضاد الفعال بنقله زي دي تيكس سي 4، وبعد بي تيكس سي 4 يلعب فورا سي 5 ويطلب من الابيض تحديد موقفه في الوسط، وده هو اللعب الايجابي الذي يصلح في مثل هذه المواقف. لكن على اي حال بوجليبوف كمل بالنقله سي 6 وكمل الدور نايت دي 2، ودلوقتي لو الاسود حاول ينفذ النقله اي 5 هيتم تكسير الكثير من البيادق والقطع في الوسط، وهيبدا الابيض بالنقله سي دي 5، سي دي 5، دي تيكس اي 5، نايت تيكس اي 5، نايت اي 5، بيشوب اي 5، بيشوب اي 5، روك اي 5. وهنا الابيض هيلعب النقله الفنيه نايت سي 4 طالب الرخ، والاسود ما قدرش ياخد الحصان لان البيدق مربوط على الوزير، وبعد تراجع الرخ الابيض بيلعب ببساطه نايت اي 3 وبيبدا الضغط على بيدق الوزير المعزول في الوسط، والاسود لازم يدافع ببيشوب اي 6. وهنا الابيض هيلعب كوين دي 4 وبيهدد اولا بالنقله روك دي 1،
ثم ربما ازواج الرخين على العمود دي ويفوز بالنهاية بالبيدا السمين دي 5 والتأكيد افضل كثيرا. ولذلك لعب الاي 5 اصبح مستحيل. وربما افضل نقلة للاسود في هذا الموقف هو ان يكمل ببي 6 ويحاول ينشر الفيل عن طريق الفيونكة ايضا. لكن ايضا الاسود ملعبش البي 6 انما كمل بالنقلة نايت اي 4. وبهذه النقلة وضح ان الاسود يأس تماما من لعب النقلة اي 5 وكمل الدور نايت تيكس اي 4 دي تيكس اي 4 نايت اي 5 طالب بيدا الاي 4 والاسود لازم يحميه باف 5. وهنا جاءت احد اللحظات الحاسمة في الدور لان الابيض كمل باف 3 والنقلة دي لها اهمية استراتيجية في الدور لان الابيض بيلعب بنشاط وبيهاجم الوسط وبيفتح الطريق امام الفيلين الاقوياء الفيونكا بينما الاسود ما زال بيعاني من احباط فيل المربعات البيضاء. وبما ان الفيل لا يستطيع التحرك فبالتالي الرخ ايضا لا يستطيع التحرك والابيض في طريقه للسيطرة التامة على الرقعة. لو الابيض ملعبش بنشاط نقلة زي الاف 3 ممكن يعطي الوقت للاسود لكي يستطيع تعبئة فيل المربعات البيضاء وفي هذه الحالة الاسود بيقترب من التساوي مع الابيض. لكن هذه النقلة حسمت الأمور بشكل هائل ولذلك هذه النقلة نقلة هامة بتحسم الأمور لصالح الأبيض. على أي حال الأسود كمل E takes F3 ودلوقتي الأبيض ممكن ياخد البيدق بالفيل أو ممكن ياخد بالبيدق والأبيض اختار أن ياخد بالفيل. ورغم أن هذه النقلة بتبدو غريبة إلا أن ريتشي بيثبت بهذه النقلة أنه فاهم الدور استراتيجيا لأن غرضه الأساسي حاليا هو احتلال الوسط بالبيادق بالنقلة المحررة E4 اللي هيسيطر بيها تماما على الوسط وبالتالي على الدور. والاسود كمل بالنقلة Queen C7 بيهدد بالتكسير على المربع E5 والفوز بالبيدق وبيجبر الابيض على تكسير الاحصنة. لكن مثل هذه النقلة بتمثل اضاعة للوقت وربما كان من الافضل للاسود ان يكمل بنايت تيكس E5 دي تيكس E5. وهنا الاسود هيلعب بيشوب سي 5 تشيك وبعد كينج جي 2. بالطبع دلوقتي الاسود لا يرحب بتكسير الوزيرين لانه لو لعب كوين تيكس دي 1 الابيض هيلعب سعيدا روك تيكس دي 1 والابيض بيسيطر على العمود المفتوح وبذلك انتهى اخر امل للفيل للخروج عن طريق المربع دي 7. ولذلك في الموقف ده الاسود لم يبادر الوزيرين انما كمل ببيشوب دي 7. ودلوقتي خطة الاسود هي لعب نقلات زي الكوين اي 7 وبيليها بروك دي 8. ولكن حتى في نهاية هذا التفريع ما زال الفيل الاسود بيعاني من التقلص والاسر وراء البيادق. لكن على اي حال الاخذ على المربع اي 5 افضل كثيرا من اللي حصل في الدور اللي الاسود كمل فيه بكوين سي 7 والابيض كمل بنايت تيكس جي 7 بيشوب تيكس جي 7 وهنا الابيض حسم الامور بالنقلة اي 4. بالنقلة دي اعلن ريتشي الانتصار في المعركة الاستراتيجية ودلوقتي اصبح له فيلين في منتهى القوة وكذلك موجود 3 بيادق في الوسط بيسيطروا عليه تماما بينما الاسود بيعاني من ايجاد دور لفيل المربعات البيضاء. على اي حال الاسود كمل بالنقلة E5. لو الاسود ملعبش النقلة E5 ولعب مكانها النقلة C5 الابيض هيكمل ببساطة E5 طالب الفيل والفيل بيتراجع وهنا الابيض هيلعب النقلة القوية D5 والابيض سيطر تماما على الوسط وهيكون له بدائين وسط سلكين متقدمين مدعمين بفيلين ووزير ورخين والابيض هيفوز بكل سهولة. بينما لو كمل بالنقلة F takes E4 الابيض هيلعب بيشوب E4 بيهدد بالنقلة القوية Queen H5 طالب تشيك ميت على المربع H7. ولو الاسود حاول يدافع بالنقلة G6 الابيض هيضحي التضحية المعروفة بيشوب takes G6 H G6 Queen G6 تشيك King H8 وهنا الابيض هينهي الدور بالنقلة روك اف 7 طالب تشيك ميت على المربع اتش 7 والاسود ليس لديه اي دفاع.
وإذا الأسود حاول يدافع أمام النقلة كوين اتش 5 بالنقلة جي 6، الأبيض هيكمل بكوين دي 3 طالب نفس التضحية، والأبيض له هجوم في منتهى القوة. ولذلك في الموقف ده الأسود كمل بالنقلة اي 5 والأبيض كمل بنقلته القوية سي 5 طالب الفيل بيشوب اف 8، وهنا الأبيض لعب أحد النقلات الهامة في الدور كوين سي 2. النقلة دي لها أكتر من وظيفة، أولا الأبيض بيهدد بالأخذ على المربع اف 5 والفوز ببيدق، أو الأخذ على المربع اي 5 تحت حماية الفيل والفوز أيضا ببيدق، لأن الأبيض في هذه الحالة بيكون بيحمي البيدق سي 5 اللي طالبه الفيل. ولذلك الأسود مضطر إن يكمل اي تيكس دي 4 وكمل الدور اي تيكس اف 5، والاسود كمل روك دي 8، واخيرا الروك الاسود دخل في اللعب عشان يحمي البيدق دي 4 بطريقه مستتره، لان الابيض لو اخده الفيل هياخد بيدق الاف 4 طالب الوزير وفي نفس الوقت طالب الفيل الاسود، ويخرج الاسود متعادل ماديا. لكن كل هذا الموضوع لا يهم الابيض، لانه انتهى من استخدام الاستراتيجيه وبدا في استخدام التكتيك، وبدأ بالنقلة بيشوب اتش 5 طالب الرخ، والرخ لو راح للمربع اي 7 هتكون نقلة سيئة، لأن الأبيض هيكمل بيشوب تيكس دي 4 وبعد بيشوب تيكس اف 5 طالب الوزير وطالب الفيل، الأبيض هيكمل ببساطة روك تيكس اف 5 روك تيكس دي 4، وهنا الأبيض هيبدأ في التضحيات بالنقلة روك تيكس اف 8 تشيك وبعد كينج تيكس اف 8، وهنا الابيض هيفوز فورا بالنقله كوين تيكس اتش 7 طالب تشيك ميت على المربع اتش 8 والفيل حاجز الملك عن الهروب. ولذلك روك اي 7 لا تصلح، والاسود رد بالنقله روك اي 5، وريتي رد بهدوء بالنقله تيكس دي 4، وبكده الابيض متفوق ببيدق وطالب الرخ، لكن بوجريبوف عوض البيدق فورا بالنقلة روك تيكس اف 5، وهنا قام الابيض بتصفية الموقف بروك تيكس اف 5 بيشوب تيكس اف 5 كوين تيكس اف 5 روك تيكس دي 4، ووصلنا الى موقف متساوي ماديا، ويبدو ان الموقف اصبح هادئ للغاية، لان بعد تكسير القطعة الثقيلة هناك فيلين متعاكس الالوان، لكن من هنا بدأت الالعاب النارية، وريتي اثبت ان هذا الموقف موقف ساخن بل ربما موقف متفجر، ولعب نقلة احيت هجومه بل وانهت الدور في الواقع. يا ترى ايه هي؟ ريتي لعب النقلة الرائعة روك اف 1 طالب ببساطة كوين تيكس اف 8 تشيك ميت. لو الاسود دافع بالنقلة كوين اي 7 الابيض هنا عنده خطة رائعة بتبدأ بنقلة قد تكون خافية عن الكثيرين، يا ترى ايه هي؟ ريتي هيلعب النقلة البسيطة بيشوب اف 7 تشيك، وبالطبع الاسود لن يضحي بالوزير وانما هيتحرك بالملك للمربع اتش 8، وهنا ريتي محضر قنبلة أخرى، يا ترى إيه هي؟ ريتي محضر النقلة البسيطة لكن الرائعة بيشوب دي 5. بالطبع الفيل ممكن يتاخد سواء بالرخ أو بالبيدق، لكن الأهم إن الأبيض بيهدد بتشيك ميت في نقلتين بتبدأ بكوين تيكس اف 8، وبعد أخذ بالوزير بياخد بالرخ بتشيك ميت. وعبقرية هذه النقلة أيضا إنها بتمنع الرخ من الرجوع للصف الثامن وحماية الفيل بجانب الوزير، ولذلك لا يوجد أمام الأسود غير دفاع وحيد وهو كوين اف 6. لكن هنا ريتي محضر نقلة أخرى رائعة وربما من السهل على الكثيرين الوصول إليها، يا ترى إيه هي؟ ريتي هيلعب ببساطة كوين سي 8 بيكشف هجوم من الرخ على الوزير، والوزير لو ابتعد عن العمود الابيض هياخد على المربع اف 8 بتشيك وتشيك ميت في النقلة القادمة، وبالتالي النقلة كوين اي 7 لا تصلح كدفاع، ولذلك الاسود اضطر ان يرجع بالرخ للمربع دي 8 لكي يحمي الفيل،
ودلوقتي الفيل تحت حماية كافية، لكن ريتشي كان محضر مفاجأة أصبحت حاليا ممكن إن إحنا نستنتجها. يا ترى إيه هي؟ ريتشي هيلعب النقلة البسيطة المتكررة بيشوب اف 7 تشيك، وبالطبع الأسهم مش هيضحي بالوزير إنما هيتراجع بالملك للمربع اتش 8. وهنا بتيجي النقلة اللي أدخلت الدور التاريخ وجعلته من الأدوار الخالدة، واللي موجودة تقريبا في جميع كتب الشطرنج اللي بتتكلم عن التكتيك. يا ترى هل ممكن نوصل لها؟ الأبيض لعب النقلة العبقرية بيشوب اي 8، طالب كوين تيكس اف 8 تشيك ميت، ولا يوجد للأسود أي دفاع عن هذا التهديد، ولذلك بوجليبوف سلم. والموقف ده هنلاقيه تقريبا في كل كتب الشطرنج، ودخل التراث الشطرنجي من أوسع أبوابه. وإلى اللقاء في الفيديو القادم اللي هننتقل فيه للقرن 21، وهنشوف الدور الخالد للبطل القومي الأرميني أرونيان، وهو بيفوز على الموهبة الأمريكية المتفجرة كاروانا 2015. وأوعدكم أن الدور هيعجبكم جميعا. إلى اللقاء. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.